أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن الدين كما شرع وأن الإسلام كما وصف وأن القرآن كما أنزل وأن القول كما حدث وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم إننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا
وإن كان يتضاءل دون حق جلاله وجماله وكماله ونواله. حمد الحامدين على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب في هذا الصرح العلمي الجليل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجزل المثوبة للقائمين على هذه الكلية المباركة، وأن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأله كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته وفي مستقر رحمته، في دار لا يبلى شبابها ولا يتكدر صفوها ولا يتنغص عيشها ولا يتغير سرورها، وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار في دار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها دلالها المصطفى والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها من يشتري قبة في عدن غالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها. هذا الموت له حقيقتان، حقيقة أجمع عليها الناس وحقيقة اختلف عليها الناس. الحقيقة التي اتفق عليها الناس هي أن الموت سلب البدن الحياة، استلاب الحياة من الحي وفقدانه للحس والحركة، هذا هو الموت الذي يتفق عليه وعلى حقيقته كل الناس، ولا خلاف في ذلك بين المؤمنين والكافرين، بين المسلمين والجاحدين، لا فرق في هذه القضية بين من آمنوا بالله ومن جحدوا، ومن آمنوا باليوم الآخر ومن أنكروا. الكل يؤمن أن الموت استلاب الحي حياته. وأما الحقيقة التي اختلف فيها الناس فهي أن الموت محطة من محطات سابقة ولاحقة، وهذه هي الحقيقة التي انفرد بها أهل لا إله إلا الله، أن الموت ليس هو نهاية المطاف. الإسلام وعقيدته جاءت لتعطي الموت نظرة وتصورا لا يمكن أن يتصور إلا بهذا الوحي الشريف والذكر المليء. الذين حرموا نور الوحي كانت نظرتهم للموت على أنه نهاية كل شيء، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر، ولا يتصورون بعد ذلك حياة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ تصور الموت بهذه الصورة التي يتصورها أهل لا إله إلا الله هي من بركات لا إله إلا الله، ومن بركات النور المحمدي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطى الموت صورة أخرى ووضوحا آخر يجليه ربنا تبارك وتعالى في آيات متناثرة متوافرة متكاثرة في كتابه. فالله جل وعلا في سورة المؤمنون يخبرنا قائلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه مراحل المحطات. ولما جاء عند الموت قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهو محطة من المحطات ومرحلة من المراحل. قال بعدها ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء. لو أن الموت هو النهاية لكان هو غاية الغايات وأمنية الأمنيات، ولكن عقيدة الإسلام وضعت الموت موضعا، جعل المسلم يجعل الموت هما. هذا التصور وهذا الفكر للموت على أنه نقلة ومحطة من ضمن محطات يمر بها الإنسان أعطى المؤمن نظرة أخرى وتفاعلا آخر وسلوكا آخر يسلكه تأثرا بهذا الموت وتفاعلا معه وانفعالا مع الموت. فالموت أحبتي الكرام كما يبينه الله ذو الجلال والإكرام هو مصير إليه. كل إلينا راجعون. فالموت هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وليس انقلابا إلى فناء وتلاش فقط، لا، هو رجوع إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالموت مصير إلى الله سبحانه وتعالى، رؤية يضعها الإسلام بين عيني كل من اعتنقه وآمن به وعانقه وأوجب عليه سلوكا تجاه ذلك. فكانت سلوكيات الكثير من أسلافنا رضوان الله عليها متأثرة ومتفاعلة بالموت وما بعد الموت، بعقيدة الموت وما بعد الموت. فهذا الربيع بن خثيم مثلا عندما سألوه عن سر زهده وانقطاعه إلى الله وإقباله عليه قال ما فارق ذكر الموت قلبي، ولو فارق ذكر الموت قلبي لمات. ما فارق ذكر الموت قلبي ولو فارق ذكر الموت قلبي لمات. وهذا تقي الدين الحسن البصري رحمه الله، وهو من التابعين الزهاد العباد المعروفين. الحسن سألوه عن سر إقباله وزهده وعزوفه عن الدنيا فقال علمت أن الموت يلاحقني فاستعددت له، وعلمت أن الله يراني فاستحييت منه، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. قال علمت أن الموت يلاحقني فاستعددت له. ولما قيل له يا تقي الدين إن أناسا بيننا يخوفوننا حتى تنخلع قلوبنا، قال لهم إن قوما يبلغ بكم كلامهم الخوف حتى يدرككم الأمن خير لكم من كلام قوم يبلغهم كلامكم الأمن حتى يدرككم الخوف. أن يعيش الإنسان خائفا حتى يدرك الأمن خير له من أن يعيش آمنا حتى يدركه الخوف. ولذلك في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. الموت ونظرة الإسلام له جعلت أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم يدأبون في جعل
هذه الحياة محطة للتزود من الصالحات، لأن الموت بعده سيغلق باب العمل ويفتح باب الجزاء. هذا قالوه غضبا ونفرا، ولو وقفنا عند كل كلامهم المتعلق بهذا لاستغرق الوقت كله. الكلام كلام السلف المتعلق بدعهم إلى الطاعات دعا، دع الموت لهم إلى الطاعات دعا، ونظرتهم لما بعد الموت جعلتهم يفعلون الأعاجيب. لما تقرأ مثلا سيرهم في سير الشماخي أو في طبقات الدرجيني أو في غيرها من سير أسلافنا رضوان الله عليهم، تقرأ أخبارهم وسيرهم وتراجمهم، تقول هؤلاء يعيشون بأبدان مع الناس حاضرة وقلوب معلقة بالآخرة، يعيشون بأبدان مع الناس حاضرة وقلوب معلقة بالآخرة. فكان الواحد منهم لا يكل ولا يمل، بدنه لا يكل ولا يمل من الإقبال على الله، عقله وفكره مشغول بالله، قلبه مشغول بتخليصه من كل ما يسخط الله استعدادا للحظة الفناء والوفاء، حتى إذا حضرت وحالت المنية تباينت أحواله بين من لم يأبه ولم يلتفت إلى أعماله وإن جلت، كعمر بن الخطاب رضي الله عليه لما كان ابنه عبد الله عند لحظة الموت يضع رأس أبيه على رجله، كان يقول عمر يا بني ضع رأسي على الأرض ثم تأخذه سكرة الموت رحمه الله، ثم لما يفيق يقول يا بني ثكلتك أمك ضع رأسي على الأرض. فلما وضع عبد الله رأس أبيه على التراب راح يمرغ وجهه في الرمل وهو يقول يا ليت أمك لم تلدك يا عمر، يا ليت أمك ما ولدتك يا عمر، ليت أمي لم تلدني، ليتني ما كنت شيئا، ليتني كنت حشيشا أكلته البهم نيا. هذا عمر رضوان الله عليه. أبو بكر قبله يقول لعائشة يا عائشة إذا مت فكفنوني في ثياب هذه، قالت إن ثيابك بالية، قال الحي أولى بالجديد من الميت، وإنه إن يكن لي عند ربي خير أبدلنيه بثياب من بثياب خضر من سندس وإستبرق، وإن يكن لي عند ربي شر سلبني. ثم قال وأقصدوا لي في قبري فإنه إن يكن لي عند ربي خير وسعه لي، وإن يكن لي عند ربي شر ضيقه علي حتى تختلف فيه أضلاعي. وهذا معاذ بن الجبل، الله يرحم معاذ بن الجبل. معاذ بن الجبل عند لحظة الموت لما بكى قيل له ما الذي يبكيك؟ قال أما إني لا أبكي على فراق دنياكم هذه، ولكني أبكي لفراق ثلاث، لفراق ظمأ الهواجر، يعني صيام النهار وقت الحرب الشديد، ومكابدة الليالي قيام الليل، ومزاحمة أهل العلم بالركب في حلق العلم. هذا بكاء الكبار كبير، الكبار عندما يكون بكاؤهم كبير. فكان هذا العظيم معاذ بن جبل كان يقول أبكي لفراق هذه الأمور الثلاثة، وكان في يده الطاعون، ففاض قلبه بحب ربه في لحظة الموت، فكان يتغصص غصص الموت بسيد الطاعون وهو يناجي الله قائلا، يقول رب العزة تبارك وتعالى يقول اخنقني خنقك أو بعض خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك، يقول لله اخنق خنقك أو بعض خنقك. وبلال بن رباح عند لحظة الموت يفوح شدا وعبيرا، مؤذن الإسلام قل لأمة قل ابنته عند رأسه قل واكرباه على كربك يا أبتا، قال لا تقولي ذلك يا بني، قولي غدا ألقى الأحباء محمدا وصحبه طالما اشتاق. هذا البلبل الصداح رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش بعده عمر، عاش عمره تقريبا مات توفي عمره تقريبا 60 سنة،
فذهب شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وهكذا أئمتنا لما تلقى تقرأ ترجمة أبي الخليل يدركني رحمة الله عليه راجع ترجمته في المجلد العاشر ذكر وفاته في المجلد العاشر من معارج الآمال وفي الطبقات والسير وفي غيره وذكر كذلك الشيخ عليه عمر رحمة الله عليه في كتاب الإباضية في موكب التاريخ عندما حورته الوفاة يقول أبو الخليل يدركني كان يبكي وكان حوله جملة من أهل العلم فقال ما الذي يبكيك يا أبو الخليل يقول ما الذي يبكيك أنت الزاهد العابد القوام الصوام العالم العامل المعلم المربي قل ما الذي يبكيك قال أبو الخليل هذا الكلام الذي تقولونه وهو لي الآن تشهدون به قال نشهد والله قال اكتبوا شهادتكم لي اكتبوا هذه اكتبوها في ورقة اكتبوا هذا الكلام واكتبوا أسماءكم وسووا توقيع وقعوا كلكم فكتبوا هذا المحضر ثم وقعوا ثم بعد أن انتهوا قال أوصي أن توضع هذه الشهادة بين جسدي وكفني إذا مت لألقى بها ربي أنتم خيار الأمة وأنتم شهود الله في الخلق وألسنة العباد أقلام الرب ما تشهدون به هذا الذي سألقى الله به فضعوها بين جسدي وكفني وكف بهذه الشهادة لي ولما وضع في قبره وري عليه التراب هذه ذكرها الأئمة وتلقوها بالقبول رضي الله دون إنكار لما لم يكن فيها عقلنا ظهرت رسالة بعد ذلك لما أتموا دفنه وواروه رأوا رسالة ورقة على سنام القبر على تسليم القبر تناولوها فوجدوا مكتوبا فيها كما هو عندكم كذلك هو عندنا كما هو عندكم كذلك هو عندنا أبو الخليل رحمة الله تعالى عليه هكذا يمضي أسلافنا جيلا بعد جيل إلى أن يأتيك الشيخ سيف الراشد معول رحمة الله عليه هذا الرجل الذي كان ورده من قيام جاء مرة بعد صلاة الفجر جاء مرة صلاة الفجر رجع ترجمة الشيخ الرقيشي الشيخ سيف الراشد المعول جاء مرة لصلاة الفجر وهو كئيب القلب حزين فسئل عن سبب حزنه وألمه فقال سبب ذلك أنني ما أدركت من قيام الليل إلا 80 ركعة بس ما أدركت من قيام الليل إلا 80 ركعة وبس 80 ركعة يعني هو كم ورد الشيخ ورد الشيخ في الليل 120 ركعة كان يصلي في الليلة الواحدة 120 ركعة قيام الليل لما حضرته الوفاة كان قد حضرته الوفاة وهو في غيبوبة تامة لا يدري بما حوله ولكن كان قلبه يفوح ندا وشذا وعبيرا كان يقول وهو في غيبوبته وإن لولي الله في الجنة ما اشتهته نفسه ولذته وتلذ له عينه وإن ولي الله في الجنة ليرى الغزالة فتشتهيها نفسه حتى تدنو منه وتنثر لحمها بين يديه فإن اشتهاه مقليا فمقليا وإن اشتهاه مشويا فمشويا رجل يعيش بأحلام الجنة في لحظة الموت هؤلاء رجال إذا الدنيا دجت أشرقت بهم وإن أجدبت يوما بهم ينزل القطر أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر رجال شروا لله عقد ضميرهم ولم يختلفهم في الحياة غرورها رجوه فأعطوه الصفاوة والنقى ولم يخش من نفس عليه ضميرها قلوب جلاها الخوف والشوق والرجاء فأشرق في 7 سماوات نورها لما أعدوا وعلموا أن الموت نقلة إلى عالم آخر تغلق فيه أبواب الأعمال دأبوا وجدوا وكدحوا الشيخ ناصر أبي لبهان الخروصي يقول في حياة والدي كنت أردد اسم العليم بياء النداء 30,000 مرة 30,000 مرة يقول يا عليم 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 الواحد يفني الواحد عمره في هذا لأنه علم أن هذه الدنيا فقط هي الفرصة الوحيدة التي لا فرصة بعدها
وهي التي يجب فيها أن يتزود قدر استطاعته وقدرته من الأعمال الصالحة التي ترفعه إلى أعلى عليين. ثم بعد ذلك إذا ما مات وأغلق باب العمل فإنه سواء أكان من المحسنين أو من المسيئين لن يسلم من وخزة ألم. أو حتى هو في الجنة، حتى وهو في الجنة لا يسلم من وخزة ألم، لأن أهل الجنة وهم في الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق من المشرق أو المغرب، كما تترون الكواكب تتراءى الكواكب، كما تتراءى منازل أهل الجنة وغرف أهل الجنة في الجنة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بها وأن يجعلنا من سكانها. يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق من المشرق أو المغرب، وإن أهل الجنة لا يتألمون ولا يندمون إلا على لحوة مرت بهم في غير ذكر الله. أصلا هي هل تباينت وتفاوتت منازل أهل الجنة وغرف أهل الجنة إلا بمقدار جهدهم وإقبالهم على الله بقلوبهم وقوالبهم؟ ما تباينت ولا تفاوتت مراتبهم إلا بمقدار ما أقبل الواحد منهم على الله فكدح ليله ونهاره. الشيخ محمد بن شاوس البطاشي رحمه الله ينام في اليوم 24 ساعة إلى 3 ساعات، لما؟ ما الذي أطار منه الرقاب؟ ما الذي لما الواحد ينام؟ هذا الله تعالى قال وجعلنا نومكم سباتا النوم راحة ونعمة، لما ينام هذا الشيخ 3 ساعات في يومه وليل؟ لما؟ لماذا؟ هذا العطاء وهذا الجهد الذي تقرأه في سير الأولين ما سره وما وراءه؟ وفي اللاحقين الآن من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أراقوا كأس الكرى وصاحبوا السرى وركبوا الثبت وماذا بذلوا المهد وخاضوا اللجج رضوان الله عليه. لما يقطع نفسه في ليله وفي نهاره؟ لما؟ ما سر ذلك؟ إنه الاستعداد، نظرة النظرة التي تجعل واحد منهم يعيش وكأنه يرى القيامة بين عينيه، يعيش الواحد منهم وكأنه يرى القيامة بين عينيه. لقد نظروا بأعين قلوبهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فرأينا سيرة أبي بلال مرداس بن حدير، يا رب مرداس اجعلني كدلداسي. أبو بلال رحمه الله الذي ترك المغاني الخضر والمرابع الناضرة تركها وهجرها لله وفي الله وبالله ومن الله، هو ينشد أبعد ابن وهب في الوفاء وفي التقى ومن خاض في تلك الحروب المهالكة ألد حياة أو أرد سلامة وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا، فيا رب سلم نيتي وبصيرتي وزدني التقى حتى ألاقي أولئك. كذا وعاش رضوان الله عليه، وتوفي أخوه قبله عروة وقد قطعت يده ورجله، وقتلت البلجاء كذلك عليه جميعا رضوان الله، وقطعت يدها ورجلها وألقيت في السوق وهو يقول والله لو مت، يقول أتمنى لو مت كميتة البلجاء ثم لا أبالي أن يسألني الله تعالى بعد ذلك عن شيء. لو مت ميتة البلجاء لا أتمنى، لا أخاف بعد ذلك يسأل الله عن شيء. ميتة من كمثلها، وعاش رضوان الله تبارك وتعالى عليه ينتظر في كل حين ولحظة الساعة التي يرحل فيها إلى الله، حتى أنه من كلامه الرائق الرقيق الرقراق أنه قال إني والله لأعلم كم من كلمة تكلمتها منذ أن أصبحت حتى الآن، كم كلمة أنا قلت، لأنه يعرف أن وراءه ناقد بصير. هذا كان يحاسب نفسه وهو في ساح الورى، رجل شارب
عاش حياته هكذا محلقا في فضاءات العز وسماءات التقى، عاش على هذا المنهاج وهذا المنوال، ومع ذلك عاش متوفزا متحفظا متورعا رضوان الله تعالى عليه. وهكذا أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي رحمة الله عليه الشاري، أكثر من 10 سنوات خرج شاريا مجاهدا في سبيل الله، هاجرا داره حاملا سلاحه على عاتقه، وهو يتغنى أغنية المجد قائلا: خلقت على خلق الرجال فلا أرى سوى الجد فيما جد فيه الأكايس، قريب وزحاف وشهم بن غالب أئمتنا، والأربعون الفوارس أولاك مصاليت أولاك مجالد أولاك مساعيد أولاك أشاوس أولاك مضوى المرهفات ضواحك بأيمانهم والعاديات عوابس، أسير لما ساروا وأقضي وأدعو لما دعوا، حياتي أو تحثى علي الروامس، فمن ظن أني مهمل أو مقيد بروض الدنايا همتي فهو ناعس، إذا بالعتيمات اعتلى الوهن فرشها نأت بي نجود أو علت بي بسابس، كذا همتي أو يحضر الموت همتي بحيث الثريا لا تزال تقايس. همم عشقت الآخرة فمضت بهمم تستعذب العذاب وتستسهل الصعاب وتشرق في النفس إشراق الشهاب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. اتركوا ذلك، فعاشت قلوبهم وعقولهم وأبدانهم مشغولة بالله تبارك وتعالى، مشغولة بالله تبارك وتعالى. التفت لسيرهم ترى عجبا، ترى عجبا، والله وتالله وبالله وأيم الله وأيم لله، عاشوا بقلوب حية لم تطقها تلك الهمم أبدانهم، ولم يستوعبها زمنهم، ولم تتسع لها أعمارهم، أعمار لم تتسع لهمم أصحابها، أبدان لم تستطع تحمل عزمات أربابها. عاشوا عجب حياة لما الواحد ينظر إليها كأنه يطل من وهدة سحيقة إلى قمة قعساء تنخلع الرقاب عند ذراها. والذي يعني اقتبس من تلك السير مشاعر نراه اليوم يمضي في تلك المدارج العظام ويمضي في تلك المسالك الكبرى، رأى حتى في وقتك هذا ترى همما عذبة، همما يعني تجلس عند الواحد منهم تتكهرب فقط. والله إن بعض الآن في وقتك هذا تجلس عند بعض الأشخاص فقط لا يتكلم، ترى عند روحه توثبا ووقودا، مجرد المجالسة تنعش الجالس، المجالسة تنعش الجالس، ترى فيه إقبال وترى في عينيه بريقا مشتاق إلى الله والدار الآخرة وإلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وتجلس عند بعض الأشخاص والله إن مجالسة الأموات أفضل مجالسة، ميت في مسلاخ حي في جلد حي. نعم هذا واقع مر مرير. تعجب، أآمن أولئك بغير ما آمنا به أم أنهم أيقنوا بغير ما أيقنا به؟ عجب، ليسوا رجالا لا يطيق فعلهم لكنهم جدوا وقصرنا الخطى. هذا عند الذاكرين، أنا أتكلم فقط عن أهل الطاعة لا عن العالم الآخر، الفلك الآخر هذا لا أتكلم عنه، أتكلم عن المقبلين على الله سبحانه وتعالى. تجد أحيانا برود في الإقبال على الآخرة، برود في التذكير بعض، يعني أنا لما أقرأ اللؤلؤ والرطب أحيانا وأقف عند بعض المواقف، هذا الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمه الله من المتأخرين المعاصرين يتكلم عن المتأخرين، يتكلم عن المتأخرين، تكلم عن المتأخرين، تكلم عن الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي والشيخ أحمد بن الشيخ سعيد الخلفان الخليلي، كان معا في مجلس فسمع امرأة تستغيث، امرأة
تستغيث. فقام ووسب الشيخ أحمد، فأمسك الشيخ محمد مسعود أمسكه بثيابه وقال له: ألنعرة الجاهلية؟ وثبت، هو عالم ترى، علامة الشيخ محمد سعيد، من علماء من قامات الأمة الكبار، والشيخ محمد بن مسعود كذلك أمسكه بتلاليب ثيابه. قال: ليش قائم؟ لما قمت؟ قال: قمت إنقاذا لهذه المرأة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال: حسن، حق علينا جميعا أن نقوم لنصرتها. يقول الشيخ سعيد بن حمد، يقول: فانظر كيف اعتنى بنية صاحبه، أو كلام هذا معناه، ظل كيف اعتنى بنيته. أنت قبل ما تقوم إيش نيتك؟ إحنا تقولون طاوعة، حد منا حد يعين صاحبه على أن يصحح نيته؟ يعني ما أقول هذا معدوم، لكن هناك إنه يدقق في حتى في سلوك صاحبه ويدفع دفعا لتصحيح النية وتوجيه المقصود. يقول لي: يا شيخ أحمد، إيش نيتك أنت قائم الآن؟ قال: لنصرة المال الضعيف. قال: إذا كن منكم. ويوم من الأيام الشيخ عيسى لعله كان يستقبل رجالا من جعلان بن الوعل، فيقول للشيخ محمد بن مسعود، يقول للشيخ: أنا أرسلت أبنائي لاستقبال الشيوخ والأعيان القادمين، أرسلت أبنائي خيالة وفرسانا ووجوها، أرسلتهم على خيول كذا، يعني حشد استقبال بهيج لاستقبال هؤلاء الأعيان، فما نيتنا؟ نيتنا إيش النية؟ إيش نيتنا من هذا؟ ترى يجوز فيه التباهي والتعالي والتفاخر، يجوز ولا لا؟ يجوز أن خرج بخيالة كذا تباهية. قال: فما نيتنا؟ قال الشيخ محمد، قال: شيخنا، لا أظنك فعلت ذلك إلا وفي عندك نية صالحة، فعلمنا. قال: نويت إكرام الضيف، ونويت إعزاز الإسلام، ونويت كذا ونويت كذا، ذكر ما يقرب من 10 نيات. فقال له الشيخ: واحدة من هذه تكفي. فيهتمون حتى بالدقائق فيما بينهم، يعني يرون أنفسهم كلهم يسيرون وجهة واحدة، ويحرص بعضهم على بعض. بل أكبر وأبعد من ذلك، راجعوا ترجمة أبي ميمون في طبقات المشاهد، العالم الفذ الزاهد العابد أبي ميمون